السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في الدرس الخامس من مكون الجغرافيا سنة أولى إعدادي درس اليوم هو اليابس والمائي وكيف العادة نقرأ الملخص باللغة العربية الفصحى ومن بعد نشرحه بالدارجة المغربية باش اللي ما فهمناهاش تزيد توضح وتبان على بركة الله نبدأ في الدرس مقدمة يتكون سطح الكرة الأرضية من أجزاء يابسة وأخرى مائية تتضمن عدة أشكال تضاريسية فما المقصود بهما وكيف يتوزعان على سطح الأرض وما هي مكوناتهما السطح تاع الكرة الأرضية تتشكل من جوج الأجزاء جزء يابس وجزء مائي وتتضمن عدة أشكال تضاريسية في الدرس غادي نشوفو شنا هو المقصود باليابس والمائي كيفاش يتوزع فوق السطح تاع الأرض وشنا هما المكونات والخصائص تاع كل واحد فيهم اولا كبيره اليابس والمائي وتوزيعهما اولا صغيره مفهوم اليابس اليابس هو الغلاف الصخري للارض الذي يضم القارات وتضاريسها السطحيه ويتكون من اسيا وامريكا وافريقيا والقاره القطبيه الجنوبيه واوروبا ثم استراليا وتصل مساحة اليابس 149 مليون كيلومتر مربع ويشكل 20% من المنطقة الواقعة شمال خط الاستواء و بالمئة من جنوبه اليابس تنقصد به الغلاف الصخري اللي القارات تضاريس ديالها هذه القارات هي آسيا أمريكا إفريقيا القارة القطبية الجنوبية أوروبا وأستراليا وهذا هو حسب المساحة كل قارة فآسيا أكبر قارة وأستراليا أصغر وحدة المساحة تاع اليابس هي 149 مليون كيلومتر مربع وهي تتشكل 20% من المنطقة الشمالية الخط الاستواء و 9% من المنطقة الجنوبية ثانيا صغيرة مفهوم المائي يقصد بالمائي الغلاف المائي الذي يتكون من البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار وهو يشكل 71% من مساحه الارض ويتركز 41 منه جنوب خط الاستواء و30% شماله ويتكون من المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي وبذلك تصل مساحه الماء 376 مليون كيلومتر مربع الماء تنقصد به الغلاف المائي اللي تتكون من البحار المحيطات البحيرات والأنهار وتشكل واحد في المية من مساحة الأرض وتتركز واحد في المية منه جنوب خط الاستواء و في المية في الشمال وتتكون من المحيط الهادي المحيط الاطلنطي المحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي اكبر محيط هو المحيط الهادي واصغر واحد هو المحيط المتجمد الشمالي المساحه تاع المحيطات فقط هي 376 مليون كيلومتر مربع وهي اكثر من ضعف المساحة اليابس ثانيا كبيره مكونات اليابس والمائي اولا صغيره الاشكال التضاريسيه القاريه التضاريس هي الاشكال السطحيه التي تتكون منها القشره الارضيه وتشمل الجبال والهضاب والتلال والسهول وتتميز الجبال بارتفاعها وحده قممها وقوه انحدار سفوحها بينما تتميز الهضاب بقله ارتفاعها وبتجزئها الكبير بفعل الاوديه في حين تعتبر السهول اراضي شبه منبسطه لا تتواغل فيها الاوديه لذلك تستغل في الفلاحه لاشكال القوا فوق القشره الارضيه تسميها التضاريس وتتكون من الجبال الهضاب التلال والسهول وكل شكل من هذه التضاريس عنده مميزات فالجبال تتميز بالارتفاع الحده ديال القمم والشده ديال السفوح ديالها اما الهضاب فتتميز بقله الارتفاع والجزيئه ديالها بسبب الويديان اللي تدوز منها اما السهول فباعتبار انها اراضي مستويه فالوديان ما تتوغلش فيها بزاف وهذا الشيء اللي تيخليها تستغل في الزراعه والفلاحه ثانيا صغيره الاشكال التضاريسيه البحريه تتمثل الاشكال التضاريسيه البحريه في الهضبه القاريه والحافه القاريه والذروه المحيطيه والسهول المحيطيه والغور البحري وتتخذ الحركات الكبرى للمياه شكلين هما المد والجزر، وهو تنقل مياه البحر على شكل موجات بفعل تأثير الرياح والتيارات البحرية التي تختلف درجة حرارتها باختلاف المناطق التي تنطلق منها، وتتمثل التيارات الدافئة في كيرشوف وشرق أستراليا وموزمبيق والبرازيل والخليج الاستوائي وأخرى باردة مثل غرب أستراليا وبنجويلا لابرادور بيرو وكاليفورنيا التضاريس البحرية تختلف على التضاريس القارية فتلقى الهضبة القارية وش نقصد بها المنطقة الساحلية الفاصلة بين القارة والبحر والعمق ديالها ما تتجاوز 200 متر الحافة القارية وهي حافة شديدة الانحدار تتفصل بالهضبة القارية وأعماق البحار الذروة المحيطية وهي جبال تحت البحر في الوسط ديالها واللي تكونت أساسا من البراكين النشيطة السهول المحيطية وهي أراضي مستوية في قاع البحر الغور البحري وهو منطقة بحرية جد عميقة توصل لعمق ديالها أكثر من عشرة آلاف متر الحركات الكبرى للمياه عند زوج الاشكال المد والجزر والموجات البحريه زوج تاع الانواع افقيه وسطحيه وهي ناتجه عن الرياح اما التيارات البحريه وهي المسؤوله عن تنقل مياه البحر والمحيطات لمسافات طويلة فتتكون اما دافئه حال تيار كيروشيفو تيار شرق استراليا تيار موزمبيق تيار البرازيل والتيار الاستوائي او بارده حال تيار كاليفورنيا تيار بيرو تيار بنجويلا تيار غرب استراليا خاتمه يضم اليابس والمائي اشكالا تضاريسيه متنوعه تتشابه من حيث الخصائص وطرق التشكيل غير ان الاولى يحيط بها الغلاف الغازي والثانيه يحيط بها الغلاف المائي لاشكال تضاريسيه لليابس والمائي وخمس نوع فهي تتشابه في الخصائص وطرق التشكيل الفرق بيناتهم هو ان القاريه تحيط بها الغلاف الجوي اما البحريه فتحيط بها الغلاف المائي سيدي التلاميذ هكذا نكون سرينا درس اليوم وفي انتظار درس جديد خليكم في امان الله